الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صدق الله العلي العظيم. بحر السقاء يروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: قال لي الإمام أبو عبد الله صلوات الله عليه: يا بحر، حسن الخلق يسر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينة؟ أقول لك، أنقل لك خبرا حديثا لا أحد من أهل المدينة يعرف هذه القضية. قلت: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالس في المسجد. الإمام ينقل قضية عن النبي صلى الله عليه وآله، لا أحد من أهل المدينة يعرف هذه القضية. هؤلاء بيت الرسالة يعرفون تفاصيل أكثر مما تعرفها بقية الناس. بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالس في المسجد، إذ جاءت جارية، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: فأخذت بطرف ثوبه، بطرف ثوب النبي صلى الله عليه وآله. جارية يعني المفروض أمة، ما هي قيمة الأمة؟ أخذت بطرف ثوب النبي صلى الله عليه وآله، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله. هذه عندها حاجة، قام النبي لحاجة جارية. فلم تقل شيئا، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وآله شيئا. النبي قام، هي راحت، رجعت مرة ثانية نفس العمل. النبي صلى الله عليه وآله قام لها مرة ثانية، ما قالت شيئا، النبي صلى الله عليه وآله ما قال شيئا. ذهبت مرة ثالثة، نفس الشيء، ذهبت. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: حتى فعلت ذلك 3 مرات. في المرة الرابعة جاءت، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله في الرابعة وهي خلفه. حسب الظاهر من الرواية الشريفة، كل مرة النبي صلى الله عليه وآله، يعني هي كانت تأتي من جهة النبي عندما يقوم يصير مقابل هذه الجارية. في هذه المرة يبدو جاءت من خلف النبي صلى الله عليه وآله،
أخذت بطرف ثوب النبي صلى الله عليه وآله، أيضا النبي قام، ولكن هذه المرة النبي كان ظهر عليها، هي صارت خلف النبي، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله في الرابعة وهي خلفه، فأخذت هدبة من ثوبه، بعض الخيوط أخذتها من ثوب النبي صلى الله عليه وآله، ثم رجعت راحت. فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل، شتموها يعني، لعله لعنوها. مرة تأتين النبي صلى الله عليه وآله يقوم، تروحين ما تسوين شيء، مرة ثانية تأتين، مرة ثالثة، شنو هذا؟ كل مرة النبي صلى الله عليه وآله يقوم لك. فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل، حبست رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا، ما كانت حاجتك إليه. قالت: إن لنا مريضا، فأرسلني أهلي لأخذ هدبة من ثوبه، هذه الخيوط أخذها من ثوبه ليستشفي بها. المرة الأولى أخذي، فلما أردت أخذها رآني، في المرة الأولى أنا كنت مقابل النبي صلى الله عليه وآله، النبي رآني، استحييت أخذ شيء من ثوب النبي، فلما أردت أخذها رآني فقام، فاستحييت منه أن أخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها، أقول للنبي صلى الله عليه وآله شيئا أنه مثلا أخذ منك، أو أطلب من النبي صلى الله عليه وآله أنه هو يعطيني، استحييت. في المرة الأخيرة جئت من خلف النبي صلى الله عليه وآله، النبي ما رأني فأخذته. هذه رواية شريفة من بين الروايات الشريفة الكثيرة التي تكشف مدى حنان النبي صلى الله عليه وآله، مدى عطف النبي صلى الله عليه وآله. هذه الجارية جاءت أخذت ثوبة النبي، المفروض عندها حاجة، النبي يقوم لها، هذه في المدينة، النبي هو نبي، هو رسول، هو سيد الرسل، هذا مقامه الإلهي. من الناحية الدنيوية آنذاك النبي صلى الله عليه وآله رئيس حكومة كبيرة قوية، هذا في المدينة بعد، هذا مو في مكة، في المسجد يعني في المدينة. كل ذلك لا يمنعه أنه لأجل جارية، حاجة جارية، يقوم النبي صلى الله عليه وآله 4 مرات. عطف النبي، حنانه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف ليس من شخص، هذا وصف من الله سبحانه وتعالى، الكلمة التي استخدمها الله سبحانه وتعالى لنفسه استخدمها لرسوله، رؤوف الرحيم. هكذا عاطف وحنان، هكذا عواطف عظيمة، هكذا نفسية تحمل هكذا عواطف مفعمة بالنسبة للناس، فكيف كانت عواطف النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى أحب الخلق إليه، بالنسبة إلى أهل بيته؟ كيف كان حال النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذه الأيام، في أيامه الأخيرة، وهو يرى ما سينزل وما سيظلم الناس، أهل بيته، أحب الخلق إليه؟ الشخص اللي عنده هكذا عواطف، الشخص العاطفي العادي يتألم، الذي يحمل هكذا عواطف جياشة، ما كان حال النبي صلى الله عليه وآله. وفي المقابل العواطف كانت أيضا من قبل أهل بيته تجاهه، حال أهل بيته في هذه الأيام بعد أن دس له السم، حال أمير المؤمنين وحب أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله. القضية ليست قضية عقيدة بمقامه العظيم صلى الله عليه وآله، حب
هذه المعرفة بهذه الدرجة بين رسول الله وأمير المؤمنين، هذه المعرفة تعطي حبا بدرجة كبيرة جدا، حبا لا نظير له، لا نظير له يعني لا نظير له. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عنده كلمة في رواية موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه في كتاب التهذيب، يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله، إن أمير المؤمنين عنده تعبيرات عجيبة عن النبي صلى الله عليه وآله في نهج البلاغة. في هذه الرواية الشريفة النبي الإمام أمير المؤمنين يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله ما يقول: حبيب قلبي. هذه الكلمة ليست كلمة من شخص عنده من المبالغة ودرجات الحق والباطل ما عنده، هذه الكلمة كلمة أمير المؤمنين. ابحثوا لعلكم لا تجدون مثل هذه الكلمة من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تجاه أي شخص آخر. حبيب قلبي، حبيب قلبه، بمال الكلمة من معنى، خصوصا مع ملاحظة أن هذه الكلمة صدرت من أمير المؤمنين الذي يعطي الأمور حدها الدقيق. سمعتم بعض ما حدث في ساعات النبي صلى الله عليه وآله الأخيرة من الخطباء سامعين، أقرأ لكم مقطعا لعله قل ما يقرأ هذا المقطع، في هذا المقطع بعض الملاحظات، لا أريد أن أتوقف عند الملاحظات، أقرأ هذا المقطع بسرعة. هذا الشيء كان في آخر ليلة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، في نهار تلك الليلة النبي صلى الله عليه وآله استشهد بعد أن دس له السوم بعد أيام. هذه في الليلة الأخيرة كانت، رواية مفصلة يذكرها السيد ابن طاووس. يقول: لما كانت الليلة التي قبض النبي صلى الله عليه وآله في صبيحتها، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام وأغلق عليه وعليهم الباب. الآن يقول، قال لفاطمة صلوات الله عليها ما قال: ثم ضمها إليه وقبل رأسها وقال: فداك أبوك يا فاطمة. فعلى صوتها بالبكاء، ثم ضمها إليه وقال: أما والله لينتقمن الله ربي وليغضبن لغضبك، ثم الويل ثم الويل ثم الويل للظالمين. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا عبارة أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فوالله لقد حسبت بضعة مني قد ذهبت لبكائه. أمير المؤمنين لا يتحمل بكاء النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين يحلف يقول: فوالله لقد حسبت من بكاء النبي، حسبت كأن قطعة من جسمي انقطعت، فوالله لقد حسبت بضعة مني قد ذهبت لبكائه. وهملت عيناه كالمطر حتى بلت دموعه لحيته وملاءة كانت عليه. الغطاء الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وآله من كثرة بكاء النبي، الغطاء هذا تبلل. حتى بلت دموعه لحيته وملاءة كانت عليه وهو ملتزم. فاطمة ما يفارقها ورأسه على صدري وأنا مسنده إلى صدره، والحسن والحسين يقبلان قدميه وهما يبكيان بأعلى أصواتهما.
إلى أن قال صلى الله عليه وآله، إلى أن قال أمير المؤمنين، ثم قال لها النبي، قال لفاطمة: يا بني خليفتي عليكم الله وهو خير خليفة، والذي بعثني بالحق لقد بكى لبكائك عرش الله ومن حوله من الملائكة والأرضون وما فيها. النبي صلى الله عليه وآله مدير الإسلام، الإسلام في ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله. لا شك أن كل تصرفات النبي صلى الله عليه وآله كانت بإمداد من الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الكون هكذا، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء من الله وإلى الله، كل شيء في الكون. الله عز وجل رعى رسول الله بلا شك، قدرة رسول الله من الله عز وجل بلا شك، الحكمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصف بها من الله عز وجل بلا شك، كل شيء من الله، كل شيء من الله، هذا لا شك فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان هو المدير، هو المسؤول، هو الذي الإسلام في ذمته. يا رسول الله أنت لازم تمشي الإسلام، أنت لازم تخطط، أنت لازم تنفذ، الإسلام في ذمتك. النبي يعرف كيف يمشي الإسلام. نعم يعرف. المشكلة أين؟ المشكلة النبي صلى الله عليه وآله ليس كسائر الأنبياء وليس كسائر الحكام. النبي يده ليست مبسوطة مثل الحكام. الحكام يصنعون أي شيء، النبي صلى الله عليه وآله لا يتمكن أن يصنع كل شيء. يتمكن أن يستخدم السيف، القوة، الشدة، ما كان يستخدم السيف، ما كان يستخدمه إلا إذا حاربه شخص أو جهة. في بقية الموارد ما كان يشهر السيف. يعرف كيف يمشي الدين، ولكن السيف ممنوع عليه. لا تستخدم السيف يا رسول الله. مشكلة أخرى، مدة النبي صلى الله عليه وآله كانت قصيرة جدا. كل مدة رسالته 23 سنة، أكثر من نصف هذه المدة كانت أيام مكة، أيام الأزمة الشديدة، أيام اللي النبي صلى الله عليه وآله ما كان قد أسلم، لا أقول آمن، ما كان قد أسلم من الناس إلا ما يقارب من 200 شخص فقط في كل فترة مكة، قل قليل أسلم. قوة النبي صلى الله عليه وآله بدأت من أيام المدينة. أيام المدينة كم كانت الفترة؟ كم كانت؟ أقل من 10 سنوات. النبي دخل في ربيع الأول على المشهور إلى المدينة في السنة 11 شهر صفر أو آخر صفر، 28 من شهر صفر استشهد. يعني أقل من 10 سنوات، ما يقارب من 10 سنوات، الفترة قصيرة جدا. أولا لا تستخدم السيف، ثانيا الفترة قصيرة جدا، ثالثا ليست القضية فقط في السيف، حتى الشدة النبي صلى الله عليه وآله ما كان يستخدمها، حتى الضرب ما كان يضرب، حتى السب ما كان يسوب. كيف يتأدب الناس بدون هذه الأمور؟ الناس الذين كانوا في أشد درجات الانحطاط كيف يتأدبوا بدون أي شدة؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. النبي صلى الله عليه وآله الذي يقوم لجارية، هذا كيف يتمكن أن يؤدب الناس؟ بعض الناس لا يتأدب إلا بالشدة. النبي أي شدة كانت ممنوعة عليه، لا يستخدم أي شدة.
رابعاً، أولاً لا سيف، ثانياً المدة قصيرة، ثالثاً لا شدة، رابعاً بعث النبي صلى الله عليه وآله في أمة أسوأ الأمم في التاريخ، على الإطلاق أسوأ الأمم في التاريخ، يعني ليست أمة نصف مثقفة، أمة في الثقافة منحطة، أمة في الإنسانية منحطة، أمة في العطف والحنان منحطة، أمة وحشية بما للكلمة من معنى حسب تعبير القرآن الكريم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. النبي صلى الله عليه وآله بعث في هكذا أمة، تعرفون بعض القضايا كيف يمشي الإسلام بهذا الوضع، كيف يمشي الإسلام؟ وقد صنع شيئا شبه مستحيل، بل صنع شيئا مستحيل عمليا أن يصنعه أحد، ما تمكن أن يصنع ذلك أي حاكم، ما تمكن أن يصنع ذلك أي نبي، ما تمكن أن يصنع ذلك أي رسول. الرسل تمكنوا أن يصنعوا مثل هذا الصنيع؟ أبدا. مع هذا الوضع، مع هذه الوحشية التي كانت تحيط بالنبي صلى الله عليه وآله، وهو صلى الله عليه وآله يعرف أنه بعد استشهاده ماذا سيفعلون، يعني كل تخطيط النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء يريدون أن يزيلوه كليا. لا والله، هذا لسان حال كلهم، أحدهم قال ولكن هذا لسان حالهم، لا والله إلا دفنا دفنا، نيتهم دفن حتى اسم النبي، هذا الاسم الشريف يلزم أن لا يذكر أصلا، ليس فقط دفن دين النبي. من جملة ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله، صنع ما صنع، النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يتمكن أن بإعجاز يصنع كل شيء، كل الكون بيده، المفروض أنه يمشي الأمر بصورة طبيعية، يعني تخطط بصورة طبيعية، تنفذ بصورة طبيعية، هذا الإسلام يلزم أن يمشي، دين الله عز وجل يلزم أن يمشي في ذمتك يا رسول الله. صنع ما صنع، من جملة الأشياء أعطى كل شخص، هذه قضية جدا دقيقة ولطيفة، أعطى كل شيء من الخيرة ممن حوله السلاح الذي يحتاجه. كلمات النبي صلى الله عليه وآله في كل واحد من الخيارة كانت جدا جدا مناسبة لدوره. أذكر لكم بعض النماذج بحث مفصل. أبو ذر الغفاري من الخيارة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، جاهد بأنواع الجهاد، أهم جهاد أبي ذر لسانه، وجاهد قاتل أيضا، اشترك في الحروب في الغزوات، ولكن جهاد أبي ذر الأصلي لسانه كان يقطع أعناق أولئك الأعداء، كان يزيل عرش الظالمين الطغاة. النبي صلى الله عليه وآله ماذا أعطاه؟ لاحظوا الكلمة التي استعملها، ويبدو من بعض الروايات الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة مرات عديدة، ما قالها مرة واحدة، قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أعطاه السلاح المرتبط بلسانه، يتمكن أحد بعد هذه المواقف أن يقول أبو ذر جاي يكذب؟ لا يتمكن. صدوق؟ لا يوجد أصدق منه. السلاح الذي كان يحتاجه أبو ذر أعطاه، هذه الكلمة ما قالها في سلمان، هذه الكلمة ما قالها في عمار، قالها لأبي ذر وأكد عليها.
عمار من الخيرة ماذا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أعطاه السلاح الذي يحتاجه في دفاعه عن أمير المؤمنين. قال: تقتله الفئة الباغية. تعلمون قضية صفين كانت أشد القضايا في زمن الحكم الظاهري لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كانت أشد من قضية الجمال، كانت أشد من قضية النهروان. العدو واحد مثل معاوية، طبعا الوضع جدا خطر. النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال: تقتله الفئة الباغية. هذا الذي يحتاجه عمار، هذا الذي ينسف. أقول النبي صلى الله عليه وآله خطط، أعطى كل شخص سلاحه الذي يحتاجه. النبي صلى الله عليه وآله يعلم ماذا سيحدث من بعده، وقد أخبر ببعض التفاصيل أصلا، ليس فقط يعلم، أخبر. هكذا بالنسبة إلى بقية الخيرة من أصحابه. بالنسبة إلى أهل بيته، فاطمة صلوات الله عليها هي مع الحق والحق معها حتما. الذي يرضى الله عز وجل لرضاها ويغضب لغضبها، هي مع الحق أم لا؟ مع الحق. ولكن ما قال هذه الكلمة عن فاطمة. ما الذي قال عن فاطمة؟ قال: إن الله يرضى، في بعض الروايات الشريفة لا يرضى، بالتأكيد إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. لأن السلاح فاطمة فضح الأعداء بغضبها، تفضح أعداء الدين الذين حملوا الراية لنسف اسم النبي صلى الله عليه وآله، كيف تفضحهم؟ تفضحهم بغضبها. فهذا السلاح أعطاه لفاطمة. كل أهل البيت هكذا، كل أهل البيت رضى الله رضانا أهل البيت كما قاله سيد الشهداء صلوات الله عليه. ولكن هذه الكلمة أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة، حتى يسد الباب، حتى يسد الباب على أولئك. فاطمة غضبت عليهم، أحد يتمكن أن ينكر هذه المعلومة؟ لا يوجد. غضب فاطمة غضب الله، خلاص لا يوجد إسلام. إذن الذي غضب الله عز وجل عليه هذا مسلم؟ هذا مؤمن؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مقتضى دور الإمامة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، دور الإمامة دور عملي، دور قولي، وأيضا دور عملي مهم. القيادة تحتاج إلى عمل أكثر من قول. هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. دور عملي، دور العملي، كل الحق مع علي، يدور الحق معه حيثما دار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال بالنسبة إلى الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة واردة، هذه الكلمة واردة حتى في صحاح العامة: إني أحبه، اللهم إني أحبه، أحب الحسن، فأحبه وأحب من يحبه. لماذا النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة؟ الذي يقرأ قضية التشيع للجثمان الطاهر الأطهر للإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام يعرف النبي صلى الله عليه وآله لماذا قبل 40 سنة، أكثر من 40 سنة من هذا الحدث، قال هذه الكلمة. عندما يصرح البعض أنه لا يحب الحسن، حتى يعرف الناس كفر أولئك. النبي صلى الله عليه وآله يقول، والحديث موجود عندنا وحتى عند غيرنا: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. شخص يقوم أمام كلام النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا لا أحب الحسن، كافر طبعا،
لماذا النبي صلى الله عليه وآله هكذا قال عن الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ ويبدو بوضوح، لاحظ الروايات التي تذكر هذا النص، يبدو بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركز على هذه الكلمات، ما كان يقولها مرة واحدة. رسول الله كان يخطط لذلك اليوم، بعدما أكثر من 40 سنة. النبي صلى الله عليه وآله استشهد في السنة 11، بداية 11 من الهجرة، في السنة 50 حدث هذا الحدث، في استشهاد الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام وتشييع الجثمان الأطهر للإمام المجتبى صلوات الله عليه. النبي يخطط لذلك اليوم، الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، النبي يخطط لعاشوراء، إن لقتل الحسين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذا تخطيط لعاشوراء. النبي صلى الله عليه وآله يقول بالحسين تسعدون وبه تشقون. سعادتكم بالحسين، شقاؤكم أيضا بالحسين. الذي يقف ضد الحسين يكسب الشقاء، الذي يقف مع الحسين صلوات الله عليه يكسب السعادة. هذا قبل نصف قرن، أكثر من نصف قرن من استشهاد الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، النبي يقوله. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام آنذاك في 3 والرابعة من عمره الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وآله بالحسين تسعدون وبه تشقون. ترتيب الإسلام مشى بقدرة إلهية لا شك، كل شيء يرجع إلى الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله خطط ونفذ حال دون ما يشتهون. كانوا يريدون أن ينسفوا ما تمكنوا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله ما صنع إعجازا، إنما خطط تخطيطا إعجازيا، نفذ تنفيذا إعجازيا، يعني تنفيذ لا نظير له. بهذه الطريقة مشى الإسلام. الإسلام بدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبأتعاب النبي وبتخطيط النبي صلى الله عليه وآله. كأن البعض يتصور أنه النبي صلى الله عليه وآله كان مجرد شخص يبلغ شيئا عن الله عز وجل للناس وخلاص يمشي. لا، الإسلام كان بذمته، وقد صنع هذا الإسلام اليوم بهذه الوسعة، هذا التطور العلمي في المجال العقائدي الأساسي في الأديان كلها. الجانب العقائدي أهم شيء في الأديان، أي دين عندهم عقائد مثل العقائد التي يحملها شيعة أمير المؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ توجد عقائد بهذا المستوى الراقي؟ توجد معرفة لله عز وجل في الكرة الأرضية كلها مثل المعرفة التي عند المؤمنين من شيعة رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لا يوجد. هذا لا تتصور أننا صنعنا شيئا، هذا من تخطيط النبي صلى الله عليه وآله كان. هذا حديث، هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وآله ركز على النقاط الدقيقة. ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله في الغدير عجوبة الأعاجيب أصلا. كيف أبقى هذا الشيء الذي كان أعداء رسول الله وأعداء أمير المؤمنين يريدون نسفه أول شيء وأهم شيء؟ كيف أبقى رسول الله صلى الله عليه وآله الغدير؟ تحدثنا أكثر من مرة والحديث لا شيء عن الواقع الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله في الغدير. النبي صلى الله عليه وآله هو صاحب الحق، هو صنع، هو خطط، هو نفذ، ليس مجرد شخص يبلغ. حديث مفصل نتركه، لا نترك بعض جوانبه الأخرى طبعا إلى فرصة أخرى. لي 3 كلمات أنهي بها حديثي عن زيارة 40. الكلمة الأولى
أقول الحمد لله الذي أكرمنا بكم أنتم أيها الزوار. الله عز وجل شرفنا بكم، أنتم تكريم من الله سبحانه وتعالى لنا، شرف لنا. زائر الحسين عليه الصلاة والسلام قطعة من النور، قطعة من البركة، أينما يحل تحل البركة هناك. حرمنا من الزيارة ولكن الله عز وجل أكرمنا بالزوار. في يوم القيامة حتى في الدنيا الناس يتعاملون بالماديات، قيمة الأرض الفلانية ما هي؟ قيمتها ببترولها. قيمة الأرض الفلانية ما هي؟ قيمتها بالأرض الخصبة الزراعية. قيمة الأرض الفلانية ما هي؟ يوجد فيها ذهب كذا. هذا تصور الناس في الآخرة، بل حتى في الدنيا الأراضي لا تفكر هكذا، الأراضي لا تتباهى بهذه الأشياء، هذه توافه الدنيا. الأراضي تتباهى بشيء حقيقي بقيمة حقيقية. في يوم القيامة الأراضي تتباهى من جملة ما تتباهى بها بزوار الحسين. أنا الأرض مشى علي زائر الحسين. هذه الأرض يوم القيامة تفتخر، هذه مفخرة الأرض في يوم القيامة، قدم زائر الحسين مرت علي. كلما العدد أكبر المفخر أكبر. هذه الأرض من الأراضي المهمة لمرور زوار الحسين، هذه مفخرة، هذا في يوم القيامة هذه الأرض تفتخر. ليس فقط الناس يفتخرون ونحن نفتخر، الأراضي تفتخر. زائر الحسين مكرم، فأسأل الله الذي أكرم مقامك يا حسين في زيارة عاشوراء وأكرمني. الزائر يقول للحسين عليه الصلاة والسلام هذه العبارة، وأكرمني بك. الزائر الله عز وجل أكرمه، هذا الزائر الله عز وجل أكرمنا به. الحمد لله الذي أكرمنا بكم. كلمة ثانية، نحن ندعي العلم، ندعي ما ندعي لا بأس، لا ينكر، ولكن أحيانا يلزم أن نتعلم من أناس لعل المستوى العلمي لهم مستوى علمي عادي جدا، يدركون بعض الأشياء أحسن من دركنا حتى لو كنا أعلم منهم في مجالات ثانية. هؤلاء الخدام الذين خدموا زوار الحسين صلوات الله عليه، هؤلاء كثير منهم، بعضهم لعله المستوى العلمي له مستوى عادي، ولكن هذه المعلومة يدركونها، تكريم احترام زائر الحسين، هذا الشيء يفهمونه أكثر من بعضنا. هذا زائر الحسين يكرم، يحترم، يعظم، يقدر، لا يعرفه أصلا، لا يعرف من هذا الشخص، لكن لأن هذا العنوان انطبق عليه صار عنوان زائر الحسين، لأجل هذا العنوان يحترمونه. بعضنا هذا الشيء لا ندركه. زائر الحسين له قيمة، له مكانة، احترام زائر الحسين لأنه زائر لا لأنه أي شيء آخر. هذه نقطة من الجيد أن ندركها. زوار الإمام الحسين بكثرة يعني أنا يلزم علي أن أحترم كلهم؟ نعم، لأنه زائر الحسين هذا له مكانه، الله عز وجل كرمه تبارك به كرمه. نقطة ثالثة، هو الزائر نفسه. بعض الزوار يعرفون قيمة هذا العنوان، بعض الزوار أنفسهم لا يعرفون قيمة زائر الحسين. هو زائر
لا يعرف قيمته. من أين أقول لا يعرف قيمته؟ لبعض التصرفات يتصرفها. أنت الله عز وجل كرمك، شرفك، وفقك. زائر الحسين المفروض عليه، المتوقع منه إذا كان يدرك مقامه وقيمته أن يترفع عن بعض الأشياء، أن يترفع عن القبائح، أن يترفع عن الذنوب. أنا أصبحت زائر، المفروض هكذا يتصور، أنا أصبحت زائر الحسين، الله كرمني، أين أنا والذنوب؟ أين أنا والقبائح؟ هذا تكريم، الله كرمك. اعرف قيمة نفسك، لا ترخص نفسك لأشياء لا تليق بزائر الحسين. الله عز وجل أعطاك شيئا، الملائكة تتمنى هذا الشيء. تعلمون الملائكة حسب روايات عديدة، الملائكة لهم حق مرة واحدة في كل أعمارهم أن يزوروا الحسين، فقط مرة واحدة لا أكثر، لا يسمع أكثر الملائكة إلا الملائكة المقيمين في كربلاء، هؤلاء وضعهم وضع ثاني. عامة الملائكة لا يسمح لهم أن يزوروا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في كل أعمارهم إلا مرة واحدة. الله عز وجل كرمك، هذا الشيء الذي يتمناه الملائكة أعطاه لك. أين أنت والذنوب؟ أين أنت والأعمال التي لا تليق بزائر الحسين؟ الحمد لله الذي أكرمنا بكم، نسأل الله أن يعرفنا بمقامكم، أن يعرفنا بقيمتكم، أن يعطينا بعض ما يفهمه بعض الناس العاديين من تكريم زائر الحسين. ثالثا، اعرف قيمة نفسك. تحصل في زيارات سيد الشهداء في كل القضايا الحسينية، ما تحصل من تخريب هذا من تخريب ذاك، هذا شيء يمضي، سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام باقي، مركز سعادة الخلق كلهم بالحسين تسعدون، هذا باقي. زيارة الأربعين انتهت، الأعمال الحسينية تنتهي، لا، أبقى آثارها تبقى، تبقى في الأرض، لا، تبقى أكثر من هذه الآثار في السماء. زيارة الإمام الحسين باقية، سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام باقي، هذا التخريب منا وناك، هذه أشياء تنتهي، لها أمد قصير، ليس لها أي قيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من زوار الحسين، أن يحفظ زوار الحسين، أن يكرمهم للعودة إلى زيارته مرات وكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الدنيا، وأن يرزقنا خدمته في الدنيا، وأن يرزقنا اتباعه في الدنيا، وأن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين بثاره تحت راية وليه والمنتقم له من أعدائه، الإمام المهدي من آل محمد.